تباهى السلطان بقصوره ومنازل بحدائق غناء، معمار لم تره عيني بشر في أرض المحروسة أو العالم سواء. فأمر كبير المهندسين أن يبني له منزلاً يسع كرم الضيافة أولاً، وأن يكون قبلة في الفن وللهندسة ديوان. فتبادر لخاطره أن يبدل من هندسة المنازل بمفهوم جديد، داراً شامخة تليق بسلطان كريم، فيها من كل فنون المعمار ألوان. فسأل السلطان: وهل لذلك القصر من عنوان؟ فأجابه كبير المهندسين: هذا ليس مجرد قصر يا مولاي، إنه إيوان. صمم أهل العرب الإيوان مع ازدهار فن العمارة والهندسة ليمتاز عن كل ما يضاهيه، ولأن كل منا يستحق أن يتباهى بمنزله، طورنا لكم إيوان معاصر يجمع بين عراقة وأصالة عباقرة الهندسة، وبين حاضر عصري سابق لإيقاع الحياة. 15 عاماً من الإبداع في تصميم المجتمعات العمرانية الجديدة. نسعى في إيوان للتطوير أن نسابق الزمن في تسليم وحداتنا بأعلى مقاييس الجودة، ونتوسع شرقاً وغرباً لتطوير مجتمعات عمرانية جديدة ومشاريع ساحلية متميزة. إيوان منزل يستحق أن تتباهى به.